طيب الان احنا ايش سوينا؟ زي ما انتم شايفين القرمت هذه فتحت فيها فتحه صغيره ودخلت الكابل حقي من جوة الكابينه وصلته للمقفوره وصلت الوقت للحركات عشان بحاول كابتن بعد وقت الحركات شيء من السنين. الان اللي حنسويه انه احنا حنفك هذا المسمار وهذا المسمار ونحرك القطعة البلاستيك هذه عشان نمرر السلك من تحتها. حاشوف اذا اقدر ادخله من غير ما افك البلاستيك. هو عموما لازم نفكه عشان نمتلك الاسلاك حقت البار اللي فوق. بعدين حننتقل بعد ما نشبكه بعد ما خلاص حنوصلنا السلك الان كذا خلينا. حننتقل الان لتركيب الاسبود نفسه. الاسبود نفسه عشان يركب في هذه المسمارين الاثنين. هذا المسمار وهذا المسمار. فكهم يبغالك 10 ملي. نصيحة طبعا لملاك جيب يبغالك لازم تاخذ لك مفك 10 ملي او سوكت رنش 10 ملي و توكس اللي هي تجي النجمة 10 ملي وبرضه مقاس 10 اللي هو الالن كي. هذه الثلاثة معاك في السيارة حتلاقي انه اغلب الاشياء في السيارة دي مصممة على انها 10 ملي. هو حيركب بالشكل هذا. حنفك المسامير وحيركب هنا بالشكل ده. هذا حيكون منظره النهائي. وحنمدد الاسلاك حقت البطارية مع الضفيرة الخلفية دي الى البطارية هنا وكده نكون خلصنا. طبعا نسيت اقول لكم انه من مزايا ومميزات الاسبود انه فيه احد السيفتي فيتشرز اللي فيه انه فيه فولتج ميتر. اذا نقصت الفولتج حق السيارة حق البطارية اقل من 16 فولت على ما اعتقد اقل من 11.6 فولت يقوم يوقف كل الاكسسوارات يفصل الكهرباء اوتوماتيك عن الاكسسوارات عشان تفضل البطارية فيها كهرباء كفاية انك انت تشغل السيارة. فهذا طبعا يعني سيفتي فيتشر ممتاز بالاسبود. حنبدأ نفك الان المسامير ونركب الاسبود نفسه ونشبك السلك من الاسبود. الان احنا فكينا المسمار هذا اللي هنا وحلينا المسمار اللي تحت. لا تفكه كله لانه في تحته صامولة ممكن تطيح الصامولة. بس بما يكفي انك انت تحرك القاعدة شوية. حركناها شوية دخلنا السلك هنا حيخش السلك في هذا الجروف هنا وخلاص حنمد السلك ويجي من هنا هذاك هو هناك حنمشيه يمشي كذا ويجي ويطلع من هنا ويدخل في الفتحة حقته الخاصة في الاسبود. حنحل كمان هذه المسامير. انا حقيقة غشيت واستخدمت الدريل حقي يعني don't work hard work smart. خلينا نفك الاكستندر في مكان عن انا غشيت شويه يقول لك work smart don't work hard. الان خلاص جاهزين تركيب الاسبود في مكانه في هذا المكان. بس ابغالي اسحب السلك اول. الان خلاص هذا هو السلك اللي داخل من اللي خارج من المقفوره اللي حيشغل السويتشات كلها خرج هنا. وحنشبكه في الايثرنت الفتحة زي ما انتم شايفين يدخل من تحت الاسبوت في مكانه مخصوص. بعد كده الاسلاك كلها الكابل تدخل من هنا من الفتحات هذه وتتغطى بالغطاء. كل ما نسوي الان انه احنا نثبت الاسبوت في مكانه. انا حثبته على خفيفة لين اتاكد انه كل شيء تمام. وبعدين حنمشي الاسلاك للبطارية. ما شديت لسه محلول بس اتاكد انه كيف يوصل. اسحب شويه زياده نطلعه ونكتب ونشوفه.